مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. أنا الدكتور قيس عدلي البلباسي، استشاري طب أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية، خريج المايو كلينيك، وبرضه أستاذ مشارك في جامعة شرق تنسي الأمريكية. أهلا وسهلا فيكم في عيادتي هون في مستشفى ومركز العبدلي الطبي في الطابق السابع. هون إحنا في العيادة نتعامل مع مجموعة كبيرة من أمراض القلب، سواء كانت أمراض الشرايين، فشل القلب أو الأمراض الهيكلية كأمراض صمامات القلب والأمراض الخلقية عند البالغين من العمر. في هالعيادة عندنا جميع أشكال فحوصات القلب، سواء كانت فحص جهد، تصوير الصدى، مختبر الإغماء أو برضو تنظير القلب. برضو عندنا في المركز موجود تصوير القلب عن طريق الصور النووية والطبقية. برضو في عنا القدرة في مختبر القسطرة اللي عنا العالي التقنية إنه نعمل مختلف القسطرات والفحوصات الجارحة اللازمة للقلب وتركيب الدعامات، سواء كانت تركيب الدعامات الاعتيادية أو عالية الخطورة في الانسدادات الكلية المزمنة. وأخيرا برضو منعالج أمراض القلب الهيكلية مثل أمراض الصمامات وتضيق الصمامات برضو عن طريق القسطرة وتغيير الصمامات عن طريق القسطرة. وبنتمنى لكم السلامة، وأهلا وسهلا فيكم، ويعطيكم العافية.